ياسين والقرآن الحكيم إنك المرسلين على صراط المستقيم تنزل من رب العالمين تنزل على آبائهم وهم لا ينظرون آبائهم لدلعيدلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم ثباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يتقى أرأى استقنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم يأتي ناصية ناصية كاذبة خاطئة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتوا البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ذلك دين القيمة.